ما الناس لقوا ان هذا العدد الوافر، لان كله تحت مسمى فاونديشن، ما فيش النموذج اللي معمول في افريقيا ان ياخد الولد واسرته كمان لمعادله ثقافيه واجتماعيه. كل ده كله من اول ابو 50,000 لغايه حلم الناس الطيبه الطبقه العظمى من الشعب اللي بيعدي بميكروباص ب 300 جنيه في الشهر وب 400 جنيه والست عيني تروح تعمل جمعيه علشان الكابتن دبوس والكابتن مش عارف مين يعدي ياخد الولاد. ولا رقيب ولا حسيب. لا ده بجد يا كابتن. أيوة صح. لانها متدرجه. كلنا على فكره كلها متدرجه يا كابتن، وبالتالي ده ولابد ان هو يخش فعلا اللي قاله حمود، اتحاد الكره في كل حته في العالم، اي اتحاد طبعا لا يفكروا احنا عايزينهم يعملوا للعالم كله الاتحاد بتاعنا. لابد مع انتهاء موسمه انه يقدم للاعلام اللي هيقدم للراي العام الموسم كاملا. يبقى اعاده قراءه كده. ما هو مبدئيا الاهداف وافضل ما في المسابقه واسوء. بس سيبك تكمل النقطه دي. هو مبدئيا هيقول لك ايه؟ هيقول لك ان انا جيت في شهر واحد والموسم بدأ من قبلها بقد كده. لا الجهاز الاداري شغال يا كابتن اسلام. السؤال الثاني، هم التقرير اللي هيقدموه عن مميزات وايجابيات وسلبيات المسابقه دي تنطبق على كل الانديه؟ لو انت شايفها مش مهمه يا كابتن اسلام تبقى كارثه. انا شايفها مش مهمه؟ لا لو هم شايفينها، لو الطرف شايفين يا عم انت هتوجع دماغنا. ها انا شايف الكلام ده في مطابق. يكون هناك مدير، المدير الفني للاتحاد. ايوه مش فنجان المدير الفني. هو أيوة. بيبقى تقرير ورسا وبيبقى معاه اداره فنيه على الاقل عن المده طبعاً. عن طبعاً. المده اللي كان قاعدها دي حاجه. الحاجه الثانيه عشان نمسك تاني الخيط، انتوا اتكلمتوا عن المسابقه. المسابقه الان لها جمعيه عموميه اللي هي الرابطه. بالظبط كده، رابطه الانديه المحترفه. لابد ان الرابطه تدعو لجمعيتها اللي هي 18 نادي سكان دوري الدرجه الاولى. عايز اسالك سؤال في دي تحديدا، معلش وحضراتكم برضو كلنا نتكلم فيها. هل الرابطه تملك ان هي تغير من شكل الدوري العام؟ بمعنى ان هي بموافقه الانديه. كلنا ما هم الجمعيه، هم ال 18 نادي مرشحين كل واحد شخص. عشان انا عارف ان حضراتكم فاهميني، ولكن عشان الناس تفهم. ماشي. الجمهور يفهم، اللي بيتفرج علينا يفهمنا. انه دلوقتي هل مجلس إدارة الرابطة اللي هو النائب أحمد دياب وبقي وعماد متعب وبقية الأعضاء خالد رفعت والحاج عامل حسين وبقية الناس اللي موجودة وأستاذ ثروت سويلم وبقية الناس اللي موجودة، هل المجموعة دي تملك تغيير شكل الدوري العام؟ في مواجهة مين؟ في مواجهة الأندية. ما هي الأندية أعضائها، هم الأندية. أيوة اللي صحيح. عندهم يعني هل دلوقتي الرابطة تقدر تطلع تقول بكرة قرار ان احنا هنلعب الدوري بدور واحد؟ لا يا كابتن، ال 18 دول معبرين اصوات 18 نادي. هل تملك؟ ما انا جاي لحضراتكم. طيب انت قلت كل واحد يكمل جملته. مش هيفرض، مش هيفرض، هيقعد عشان يستعرض معاهم الخسائر التي ستنال منهم باعتباري انا ممثلك وعبد الحكيم ممثل محمود صبري. هيقول له الخسائر هتبقى كذا. ثم في مندوبين الاتحاد، ليه هم في الرابطه؟ عشان حفاظا على المنتخبات المصريه تمام، صحتها وفنيتها وكل حاجه، يحطوا ده على الترابيزه عشان يطلعوا بشكل مسابقه لموسم واحد بس. يعني القرار مش القرار في الاخر في ايد الانديه ال 18 نادي طبعا، وليس الرابطه. ما هي الرابطه يا جماعه. طيب نجيب من الاخر ده لو اطرح. ما هو يا اما الرابطه دي بس اربع تصورات، عشان حضرتك قلت هنكلم الناس الانديه هتختار عشان هنكلم الناس. يا اما الرابطه دي يا استاذ جمال كابتن اسلام، يا اما الرابطه دي كيموفلاش، يا اما الرابطه دي كيموفلاش ملهاش عازه، يا اما ال 18 نادي رشحوها علشان تدير المسابقات. في مواجهه مين؟ مش في مواجهه حد، في مواجهه يعني. لا هي دلوقتي غير مصلحتهم. من اوكي من مصلحته انا كرابطه، انا اسلام مثلا يعني اسلام ده رئيس الرابطه مع المجموعه، قعدنا مع بعض اهو استاذ عصام والاستاذ عبد الحكيم والاستاذ جمال والاستاذ محمود، اتفقنا ان شكل الدوري السنه اللي جايه حفاظا على كره القدم المصريه وحفاظا على الانديه او الناس والصناعه والصناعه وكل حاجه هيبقى من دور واحد مثلا تمام. قامت الانديه قالت لك لا، ما احنا مش عايزين من خلاص تفك الرابطه بقى ونرجع هواه تاني وخلصنا، لانه الرابطه مقول لها في العالم. ايوه مش لا كده لا كده، اصل هي مالهاش حد. هو بس هو مش هيعمل، يقدر يعمل الكلام ده برضه يا كابتن اسلام زي ما بيقول الاستاذ عصام، غير لما هو برضه يجي تعالى يا جماعه ورقه وقلم كده. تعالوا اقعدوا معايا. ده حصل السنه اللي فاتت. ايوه لما هو في الحاله دي، انا من وجهه نظري اذا لم تكن الرابطه قويه وعارفه مصلحه الكوره مصيرها فين، يبقى لا تعالى تمشي كده. تغير اللائحه يا استاذ محمود، في حته تغير اللائحه، ان انت مش من حق الجمعيه العموميه اللي هم ال 18 نادي انهم يتحكموا في شكل المسابقه.
انت لازم تغير لائحه في الاول قبل ما تقول ان الرابطه هي اللي تدير بالنظام اللي هي عايزاه. لا بغض النظر حكيم في حاجه حصلت في اليونان يا جماعه وبطل كلاتنبرج لما الراجل كلاتنبرج مشي من التعامل مع الاتحاد رئيس الرابطه خلاه مستشار تحكيمي للرابطه. اذا الرابطه بمجرد توكيلها كل رشح عضو خلاص اوكل لها انها تدير المسابقه بعد جلسات زي ما محمود قال مع الانديه عشان طالما في جلسات مع الانديه لصالح الصناعه. اذا هم ما وافقوش انا بقول كل عضو رشح من نادي بيحترم البلد دي لانه طبعا بيحترم نفسه بيحترم البلد دي والصناعه والتقدم للامام عليه انه يقول يا جماعه انا كنت جاي هنا علشان اكون بشوف مصالح بلادي وانا اتوكل على الله. برضو دي ملهاش حل وسط يا يقعد يا يمشي.